في باودر ماركس، في عندي حاجة اسمها ابريجن كولر وممكن الاقيها حواليها، تمام. والابريشن كولر دي هنلاقيها بيبقى ديبريشن كده حوالين السكين في الدايركشن اوف فايرنج، بالذات لو هي في الاورثوجونال دايركشن. ممكن الاقي حاجه اسمها بوليت ويب حوالين الاندت برضو، ودي بتبقى بسبب الديرت الموجود في البارل والبوليت اخدته فلزق على السكين من بره. وممكن الاقي حاجه اسمها كونتيوجن رينج، الكونتيوجن رينج ده بتبقى بسبب التيمبورال كافيتي. الحاجات دي المفروض ان شاء الله هتبقوا عارفينها من النظري، تمام. الاكزت بتاعي بقى بيبقى لوس اوف سابستنس بتاعه قليل لان الانجري بتاعتي خلصت، لكن الريجولر والووند كبيره. ليه؟ لان خلاص ممكن الرصاصه مش هتدخل بالتب بتاعتها، ممكن تخرج، هي بتدخل بالتب بس ممكن تخرج بالجنب، ممكن تخرج اوبليك، فهنلاقي ايه الووند بتاعتي شكلها كبير وريجلر، تمام. طيب احنا نبدا بقى الجار زي ده. اول جار عندي هنا لو جينا بصينا هنلاقي ده بيس اوف سكين، الايدج والسكس والريس انا ما اقدرش احدده، بس دي بيس اوف سكين 5 في 12 6 في 14 زي ما انتم شايفين. الانجر ديسكريبشن ده اقول ده ايه، انا شايفه كده ابريجن تراكت موجود، فبنقول ده اللي بيعمل المنظر ده بوليت، بتبقى ده رصاصه عملت تاتش للسكن، تمام، يا دوبك عملت تاتش للسكن فعملت لي تراكت ابريجن. فلما هاجي اوصف هقول دي ايه، ده رايفلد فاير ارم انجري ويز تانجنشال فايرنج. الايج بتاعتها ريجولر مفيش باودر مارك، انا مش شايفه اي باودر مارك. هنلاقي ده تراكت واحد، ده النمبر بتاعي، السايز بتاعه 4 في 2 5 في 3 زي ما انتم شايفين. الديبس بتاعي ده سوبر فيش. طيب الكوز بتاعي زي ما احنا قلنا ان البوليت تاتش السكن ان تانجنشال دايركشن. الكوز اوف ديس هنا انا ما اقدرش احدده، انا ده يا دوبك ده ابريجن تراكت في السكن، فالكوز اوف ديس كان نوت بي ايدنتيفايد. الكونكلوجن بتاعي ان ده بيس اوف سكن ويز تراكت اوف ابريجن كوز باي تانجنشال فايرنج اور رايفل دود، تمام يا دكاتره. بعد كده عندي في الجار الثاني اللي هو ايه، عندي اتنين جارز كده، هنلاقي فيهم حاجه اسمها فول ديسبيرشن، دي برضو بيس اوف سكن 5 في 6 سنتي، الايج و6 وريس كان نوت بايدنتيفايد من السكن يا دكاتره. الطيب بتاعي هنا ايه؟ ده نون رايفلد فاير ارم. ليه؟ شايفين يا دكاتره السيركولر ابريجن ماركس الموجودة على السكن، في نقط دوت يعني دوتس كتير 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 على السكن، ده مكان الشوتس، دي شوتس حصل لها ديسبيرشن امبيدد جوه السكن، خلاص؟ فده نون رايفلد ويبون. ليه؟ لان احنا قلنا الشوتس دي نون رايفلد فاير ارم انجري، بتعمل نون رايفلد فاير ارم انجري. الايج بتاعتها ريجولر، النمبر بتاعتها مالتيبل، السايز بتاعها من نص لواحد سنتي، شكلها راوندد، دي دخلت جول سكن، تمام. الديستانس اوف فايرنج عندي هنا اكتر من 4 متر. الكوز اوف ديس كان نوت ايدنتيفايد، يا دوبك شوتس جول سكن. بعد كده الكونكلوجن بتاعي دي ايه، بيس اوف سكين ويز فول ديسبيرشن اوف شوتس ذا ديستانس اوف فايرنج ووز مور ذان 4 متر. السبيسمن دي او الجار ده هنلاقي فيه سنترال هول وحواليه ديسبيرشن، تمام، سنترال هول وحواليه ابريجنز او كونكلوجن بسبب الشوتس اللي موجوده، فده هنقول عليها نون رايفل فاير ارم انجري. هنلاقي في سنترال هول ريجولر ايدجز حواليها سراوندد بمالتيبل سمول شوت وونز، تمام، دول بيقول عليها بارشل. المفروض ده الديستانس اوف فايرنج من متر ل 4 متر، في سنترال هول بارشل ديسبيرشن. الكونكلوجن هنا ان دي بيس اوف سكين وذ بارشل ديسبيرشن اوف شوتس، الديستانس اوف فايرنج من 1 متر تو 4 متر.
ده جار اهو، الجار ده قصته ايه بسرعه. ده جار هنلاقي فيه بيس اوف سكين فوق وفي بيس اوف سكين تحت. البيس اوف سكين اللي فوق فيه سن، فيه هول صغيره ريجولر، والبيس اوف سكين اللي تحت ايريجولار ايدجز، و والليس اوف سابستنس بتاعها عالي. ده ايه؟ ده قصته ايه؟ ده واحد خد رصاصه من ظهره طلعت من صدره. فالبيس اوف سكين اللي فوق ده في سنترال هول، ده بيس اوف سكين سنترال هول، ده تعتبر الانلت. والبيس اوف سكين تحت ده من الانتيريور شوست وول بتاع مين، لان فيها هيري خالص اهو لو انتوا شايفين. تمام. الايدجز بتاعتها ايريجولار، الايدجز بتاعتي دي هنا ايريجولار، والليسف سابستنس بتاعها عالي. اللي حصل سماشنج لايه؟ سماشنج للاسترنم، فبالتالي كمان البون من السماش خرج مع الايدجز. طيب يبقى انا كده دلوقتي ده two pieces of skin showing inlet in the back of of male victim and exit في anterior chest wall which appear wider than expected. ليه؟ due to the fact that bullet butts in the sternum عملت لها smashing before a point ان هي تخرج. فخرجت هي والـ smashed bone، فخلت البون ده ايه؟ ده مانوبريم استرنال. لو احنا بصينا هنلاقي من فوق في الهول بتاعتي، في هول اهو. الايت والسكس وريس طبعا كان مش هقدر اعمل لهم ايدنتيفيكيشن، لكن انا عندي سنتر في هول. ولو بصيت تحت هنلاقي في الهول دي حصل لها الايدجز بتاعتها سلوب للانر سايد، وبدات الهول بتاعتي تكبر فبقت شبه الكون. حصل البون اتشطف، يعني دخلت على السبونجي بون بادئ يبان خالص اهو. وبعد كده لو بصينا على الهول او الاكزيت او الاكزيت بتاعها هنلاقي او الانر سيرفيس بتاع الهول دي هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الهول بدات تكبر خالص، فخدت شكل الكون. البدايه بتاعته من بره اللي هو الانلت بتاعي، يبقى ده انلت. تمام. وكل ما ندخل جوه هيحصل سلوبنج للايدجز لحد ما الايه، لحد ما الدايره دي توسع. فالهول بتاعتي كانت نص سنتي، بدات تكبر تكبر لحد ما بقت 2 سنتي. تمام. فده بيقولوا عليها انترنال بيفلنج. ده الايه؟ ده الانترنال بيفلنج. هنلاقي الهول بتاعتي سموث سلانتنج ايدجز، والديفكت بتاعي من بره كان 5.5 سنتي او نص سنتي، بدا يكبر لحد دي ديب انجري. والكوز اوف ذس هنا ايه؟ الكوز اوف ذس هنا ان انا عملت انجري للفيتال اورجان. طيب بعد كده ده ايه؟ ده 2 سكوير بيسز اوف كرينيال بون حوالي 3.4 سنتي. الايدج وال6 وريس كان نوت بي ايدنتيفايد. الانجري لو انا جيت دلوقتي اوصفه هلاقي عندنا 2 هولز موجودين في 2 كرينيال بون ريجولار ايدجز. السلوبنج ايدج اللي جوه شايفين المنظر، كانت بره نص سنتي وبدات تلارج لحد ما بقت 2 سنتي كيرنال بيفلنج.